مشي في تاريخ إداري ضخم جدا. كابتن محمد مساء الخير، تحياتي وتحياتي المهندس عدلي القيعي. مساء الفل يا كابتن ابراهيم، وتحياتي حضرتك وتحياتي المهندس عدلي وكل جمهور النادي الاهلي والناس اللي بيشاهدوا النهارده، وشكرا على المقدمه دي. وكابتن مهندس عدلي يعني مهندس عدلي قلب اسود. ما هو انا لازم يا كابتن احاسبه على ازاي انت فلتت من تحت ايده. اه والله والله كنت بفكر فيه كتير جدا، لكن الظروف ما علينا. دكتور محمد، يعني احنا عشان ما نجريش ونقعد نعلي الامور قوي، قبل المباراه كيف كنا نقيم الفريق الامريكي وحظوظ النادي الاهلي؟ هل كانت قريبه، ولا الفريق كان في المتناول، ولا هي مفاجاه سعيده بكل المقاييس؟ لا، هي ما تعتبرش مفاجاه، لكن هي نتيجه ممتازه. يعني ما اقدرش اقول ان هي ان الفريق كان بعيد عننا، لكن الانطباع عندنا في مصر عموما ان الفرق اللي بنلعبها خارج افريقيا، اذا كانت اوروبا او امريكا، بتبقى بعيده عن المتناول. لكن انا عارف ان الجهاز واللعيبه كانوا واخدين ومجهزين نفسيهم، ويعني عاملين خطه واعداد محترم جدا. فاقدر اقول ان هي نتيجه اعلى من المتوقع، لكن مفاجاه بالنسبه لنا او بالنسبه للجمهور شويه، لكن بالنسبه للي جوه الباسكت اعتقد ان هي يعني لو سالتك السؤال ده بطريقه ثانيه، نعم، مكاتب المراهنات النهارده خسرت ولا كسبت؟ لا، خسر. ايه؟ خسرت. خسرت كتير. ها؟ خسرت. لا، انا ما اعرفش خسرت ايه. لان هو ده بيبقى بيعكس الانطباع الخارجي. اذا كانت خسرت يبقى التوقعات كانت في صالح الفريق الامريكي. التوقعات كانت لصالح جنايد طبعا. طبعا. طيب، ده بيخدنا الى يعني، هل الاهلي كان اداؤه الطبيعي ولا كان اداء مميز ادى الى هذه النتيجه؟ رايي شخصي اداء اعلى من المتوسط شويه، لكن الاهلي لسه عنده احسن. يعني النهارده المباراه اعلى من المتوسط الطبيعي للنادي الاهلي، الفريق النادي الاهلي، لكن لسه عنده اكتر. يعني انت حاطط مستوى الاهلي في مكانه اعلى شويه. طيب، المكانه الاعلى شويه دي لو تحققت بكره، كيف ترى حظوظ الاهلي امام البرازيل المرعب؟ بص، عشان نكون واقعيين من الاول، واحنا على طول بتبقى الطموحات اعلى من الامكانيات. البرازيل اعلى من يعني نظريا برضو، خلي بال حضرتك احنا بنتكلم نظريا، لان احنا ما شفناهمش يعني على الطبيعه. نظريا هو الفريق البرازيلي جامد، وشفنا البرازيل يعني مؤخرا في كاس العالم كانوا عاملين ازاي. البرازيل في تطور عالي جدا، كبير جدا بالنسبه لكره السله. فالمباراه بكره هتبقى صعبه، الفريق البرازيلي اقوى كتير من اجنايت. فالاهلي لازم يلعب، يعني احنا لو انا اديت، لو قيمت الاهلي من 60 ل 70% النهارده، هو لازم يلعب 90 95% عشان تبقى المباراه قريبه او في المتناول، او الفريق يقدر يعمل نتيجه ايجابيه. طيب، برضه نقولها بطريقه ثانيه، انا هفضل كده عشان ارسم الصوره الواقعيه للمشاهدين، عشان ما نقفصش الى النتائج ما تكونش على ارض الواقع. نعم. لو المباراه بين الفريق الامريكي والفريق البرازيلي، أين ستذهب كفة المراهنات؟ البرازيل. البرازيل. يبقى إذن البرازيل أقوى من المنتخب الأمريكي، وعلى الأهلي أن يكون أكثر توفيقا من اليوم حتى تتواجد حظوظه. طيب، الأهلي عنده فرصة يطلع أول وتاني أو تاني؟ وماذا لو أول؟ خلاص، ما عندناش مشكلة خالص. طب لو طلع التاني؟ هيلعب على التالت والرابع. أنا بس عايز أقول لحضرتك إيه؟ إن إحنا في NBA افريكا وباسكت بول افريكا ليج، اللي الاهلي بطل بطوله انديه افريقيا اللي هي الباسكت بول افريكا ليج، واول ممثل لافريقيا يفوز في بطوله الانديه العالم الانتر كونتيننتال كاب. ما حصلش قبل كده ان في فريق افريقي او عربي كسب اي مباراه في البطوله دي؟ لا، ما حصلش. وخلي بال حضرتك باشمهندس عدلي، ان البطوله دي اول مره يبقى فيها ست فرق كمان. يعني قبل كده كانت اربع فرق او خمس فرق، البطوله دي اول بطوله يبقى فيها ست فرق. احنا بقى لنا دي ثالث نسخه لبطل البي ال يشارك في بطوله الانتر كونتيننتال،
المره دي شارك بطل اسيا نادي المنامه البحريني، فانت بتتكلم ان البطوله تكبر سنه عن سنه، واكيد المستوى هيزيد سنه عن سنه. فطبعا احنا من 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 الحته بتاعت البي ال في منتهى السعاده ان فرقه او ممثل افريقيا بيكسب ماتش في بطوله الانتر كونتيننتال. نتمنى له التوفيق، لان هو بقى مش ممثل مصر، انا بتكلم لو بتكلم عن ام بي افريكا وبي ال هو ممثل افريقيا، فنتمنى له ان هو يقدر يعمل نتيجه ايجابيه كمان قدام البرازيل. واعتقد يعني المباراه صعبه، خلينا نقول المباراه صعبه لكن ليست مستحيله. المباراه صعبه ولكن ليست مستحيله. دكتور، الى اي مدى فوز الاهلي بيعبر عن تطور كره السله المصريه والافريقيه؟ هل فعلا احنا وصلنا للمستوى المتطور ده ولا ده مجهود شخصي او رميه بلا رامي؟ لا، في تطور طبعا. يعني الحقيقه الاول يعني لازم الواحد يوجه التحيه لمجلس اداره النادي الاهلي، مدير النشاط الرياضي خالد العوضي، الجهاز الفني، اللعيبه كلها، الجمهور اللي واقف ورا الفريق، و مجلس اداره الاتحاد المصري، النظام اللي موجود في مصر. انت لعبت ثلاث بطولات انديه افريقيا الانتر كونتيننتال، فرقتين من عندك من مصر كسبانين. ففي تطور على المستوى المحلي وفي تطور على المستوى الافريقي. البطوله دلوقتي البي ال بتقول ان في تنافس بيزيد، المستوى الفرق بيقترب من بعضه، وشفنا البطولتين الثلاثه اللي فاتوا عاملين ازاي، واتفرجوا كمان ان شاء الله هنتفرج على البطوله الرابعه هتبقى المستوى عامل ازاي. فمستوى كرة السلة الأفريقية على مستوى النوادي بيقرب من العالمية، لأن حتة وجود المحترفين المنتخبات أو المنتخب المصري كان محروم منها موجودة على مستوى الأندية. فطبعا مدية دفعة ومقربة الفارق ما بين المستوى المحلي والمستوى أو الأفريقي والمستوى الدولي. فلا، ما هي مش رامية بلا رامي، لا، المستوى بيتحسن. وجود المحترفين طبعا بتبقى اضافه كبيره جدا. اعتقد ان يعني من سنه لسنه هنشوف بطل البي ال بيعمل ايه في بطولات الانتر كونتيننت. وانا شايف كمان دلوقتي عدد كبير جدا من الناشئين بياخد منح وبيطلع لبطولات عالميه وتحديدا في امريكا. هل ده بيكون يعني بيساهم في رفع مستوى المستقبل لكرة السلة المصرية؟ بص يا باشمهندس، اللعيبة المصريين عموما أكثر التزاما وأكثر مهارة، الحتة البدنية بتبقى أقل شوية عن اللعيب عموما في أفريقيا يعني، لكن المهارة مع الالتزام مع الحتة الخططية والتكتيكية اللي موجودة عند اللعيب المصري، فلما بيتحط في البيئه بتاعه الولايات المتحده في وجود منح دراسيه اذا كانت على المستوى المدارس او الجامعات بتدي له نقله كبيره جدا. وانا بحب اضرب المثال على طول ان اللعيبه بتاعتنا اللي لعبت مستوى جامعات عالي ورجعوا بيضيفوا للدوري المحلي او بيضيفوا للمنتخب، امثال ايهاب امين، انس، عاصم مرعي، باتريك جاردنر، الجيل المنتخب المصري في كاس العالم، اللعيبه دي كلها بتضيف. فطبعا هدف من اهداف الاتحاد المصري زياده عدد اللاعبين اللي بيجي لهم منح، ان هم في الاخر يا اما بيضيفوا للمنتخب، بيضيفوا المنتخب كده كده، وبيضيفوا للدوري المحلي لو رجعوا لانديتهم في مصر، او لو لعبوا في الخارج. ففي الاخر في اضافه كبيره من هذه المنح الدراسيه. دكتور، كمسؤول دولي، ايه اللي تقدر تنصح بيه الاتحاد المصري لتنظيم اللعبه او لمزيد من تطوير اللعبه عندنا؟ والله يعني انا شايف ان الاتحاد المصري ماشي بخطى ثابته. اعتقد الاذاعه المباريات مع السوشيال ميديا مع التغطيه الاعلاميه دي بتضيف، لكن اتمنى عوده الجماهير لألعاب الصالات عموما وطبعا منها كرة السلة، هتفرق في المستوى بنسبة كبيرة جدا، هتضفي متعة وإثارة على المباريات، هتخلي الناس بتحب تتفرج، وخصوصا إن الباسكت تحديدا فيها أربع خمس فرق بتتنافس في المباريات كلها، أنت داخل مش عارف إيه اللي هيحصل. نظريا على الورق ممكن نرتب، لكن على أرض الملعب في الواقع ممكن تلاقي أي فرقة بتكسب فرقة تانية، وشوفنا الكلام ده كتير في ثلاث أربع سنين اللي فاتوا. فعودة الجماهير أظن هتضيف كتير للمنتخب وللعبة وللجماهيرية والأندية كمان.
دي نمره واحد. نمره اثنين، وجود الاعلام والتغطيه اللي بتحصل اللي ابتدت تزيد الفتره اللي فاتت بيزيد جدا في شعبيه اللعبه. اعتقد بس الترتيب جداول المباريات والدوري والكاس اللي ماشي عليها الاتحاد المصري دي حاجه كويسه، لكن يمكن الحته اللي انا شايفها بس ناقصه شويه او الاتحاد عايز يشتغل عليها اكتر، حته تنميه الموارد هتساعد جدا في اعداد وتركيز المنتخبات يعني عشان يبقى في نتائج احسن. لكن غير كده انا شايف ان الاتحاد ماشي بنسبه كبيره يعني درجه كبيره من النجاح. إيه معلش، ما ايه الحته اللي ناقصه في كلمه كده ما لحقتش القطها؟ حته يعني زياده الموارد يا باشمهندس. زياده الموارد عنده الموارد الماديه. طبعا. طبعا الموارد ما هي طبعا الامكانيات الماديه هتساعد مؤكد، لكن يعني اتحاد كره اليد مثلا يا محمد بيه في لحظه ما اطلق مشروع العمالقه مثلا. نعم. واللعيبه الشول، وغير من بعض لوائح التحكيم عشان يدي ميزه للعيب الطويل والاشول وفي بعض المراكز عشان يشجع الانديه انها تنتقي بمواصفات. يعني اتحاد كره السله مش عايز حاجه زي كده؟ لا، اتحاد كره السله باشمهندس مطبق الكلام ده من يمكن من 5 6 سنين، من تحت 14 سنه مدي لطوال القامه مزايا معينه. والله كويس. يعني اللعيب اللي طوله فوق 183 سنتي الشوط لو حط دنك بتتحسب له ب3 بونت، لو شط 3 بونت بتتحسب له ب4. ومن سنتين ابتدى الاتحاد المصري رفعها على مستوى 16، فبقت المزايا دي تطبق تحت 14 وتحت 16 سنه عشان الانديه تدور على اللعيبه الطوال، بس مش لعيبه طوال اللي احنا عايزينهم تحت الحلقه، لعيبه طوال بمزايا او مهارات اللعيبه الكتر بقى والمش عارف ايه ولا بالظبط كده، ان هو يقدر يشوط 3 بونت، وال 3 بونت دي ان العالم كله بيتجه لزياده النسب التصويبات الثلاثيه، وبتفرق جامد جدا. النهارده شفنا ايهاب وعمرو الجندي مع النادي الاهلي او مع المنتخب، تصويباتهم بتفرق جامد جدا. فانت كفريق عموما محتاج انك انت تشوط عدد معين من التصويبات الثلاثيه، نتكلم فوق 20 تصويبه او حاجه 20 تصويبه في المباراه، وكل ما من نسبتك بتزيد بتفرق معاك جامد جدا في الفعاليه الهجوميه بتاعتك. شاكرين جدا يا دكتور، وكل الامنيات ان كره السله بدات تاخد ارضيه قويه جدا وتنافس كره اليد على الشعبية بعد كرة القدم، ونتمنى للكرة الطائرة أيضا أن تلحق بهما. كانت في وقت من الأوقات يعني كانت هي اللي شايلة الليلة، لكن كل دي حاجات كويسة وبنسعد بأي نتيجة. ومعلش كراجل أهلاوي بقول والله عليك يا أهلي. شكرا جزيلا كابتن محمد عبد المطلب، نائب رئيس رابطة الأندية الوطنية لكرة السلة في أفريقيا الـ NBA.